ينتقد في لقاء اليوم لجهود عبد الله عادل وهشام عادل بسبب الإصابة أحمد لنهائي الكأس من قبل أربع مرات. فريق إنبي على التنفيذ أمامنا مصطفى السيد صاحب القميص رقم 4 ملعوك مقطوعة من تدخل كالوشا كرة ومحاولة تقدم في الجانب الأيمن الهدافين يتصدروا توصل لمحمد حمدي من ميكي لمصطفى السيد علي فوزي ترتد يبعد الدفاع لأحمد صالح فريق إنبي عبد الرحمن عماد استلام ملف دوران تمريرة في مكان جهة اليمين تغيير اتجاه لعب إلى علي رحمن في الناحية اليسرى أمامية داخل منطقة الجزاء لرفيق زيادة عددية هجومية لفريق تحديدا في موسم 2015-2016 ولكنه كان يقف على الكورة يرجع بيها للخلف والكرة العرضية خطيرة جدا. الدورة المؤهلة للقسم اتلعبت على طول على الأرض. لقى من ياو على الأرض لكن ضاعت مصطفى السيد كان الأقرب. الدور 32 حتى الآن معظمها كانت رجعت الكرة تاني على الأرض. تقدم للنجوم جوليان استبا سعيد كرة على حدود منطقة الجزاء لكن عمر الساعي إلى عماد حمدي محاولات متأخرة لايم البعيد والرأسية لكن مصطفى السيد يضم للداخل ويغطي بشكل ناجح لكن يودع كاس مصر من دور ال 32 عرضية مرة تانية لكن ما تلعبتش مصطفى يقع مصطفى ادي على طول نور علاء يرجع الخلف عند مصطفى السيد اتجاه نور علاء ولكن مضغوط عليه من السيد شناوي حلوة قوي من السيد شناوي اللي بيردها على طول مرة تانية جولدي يفتح اللعب في الجهة اليسرى عند مصطفى السيد مصطفى يلعب الأمامية وبيدي تحت اللعب نور علاء هدخل مع مصطفى السيد مصطفى المرة التالية على طول محمد ممدوح يلعب الأمامية في اتجاه محمد سيد محمد مصطفى السيد اللي بيلحقها كده ويقطعها من قدام محمد على محمد سيد جولدي مصطفى السيد اللي يلعب الضربة الحرة في اتجاه محمد همام ده النجوم مرة تانية من عن طريق محمد همام اللي عمل عرضية حلوة عند كريم عمر لارا هاته خدوة لكن رأسية من مصطفى السيد قاسم يلعب العرضية ورأسية مرة تانية من عند مصطفى السيد وجد أحمد علي دبش رقم 14 في المقدمة نور علاء وصل إلى الفريق اللي فاق الحكام حارس تعلن عن هدف وكأنه تعادل بطعم الفوز ضغط كمال صبحي راحت إلى جولدي يعيد مصطفى شلبي انتقل للزمالك رباعية البنك الأهلي أحرزها ناصر منسي لاعب الزمالك الثاني بمعنويات أعلى لكن عنده هدف هو أن في وسط ملعب ميكي مصطفى السيد محاولة لإنبي عرضية لكن محمد جمال يتصدى بين أقدام لاعبي فريق النجوم اللي قدم شوط أول ممتاز فإنبي ما زالت مستمرة كمال تقدم كولومبي كمان جوليان استبان حقيقة استغلال رائع للمرتدات وقلت لكم ان احمد ويطير ويمسك كورته سابته مصطفى السيد حطها ولكن بقول لحضراتكم سليمان لمصطفى السيد على خط ظهر فرقه النجوم ودفاعات ملعب يفتح لها في الجهه اليمنى مصطفى السيد يردها مره ثانيه دفاعيه السيد وحازم محمد وبيلعب قدامه زياد سليمان يردها مره ثانيه عند مصطفى السيد تحضير من الخلف لفرقه النجوم مصطفى يغير الاتجاه مصطفى السيد على تنفيذ الضربه الحره يلعبها على طول اماميه تعدي نص الملعب تاني احمد عبد الرازق اللي يلعب العرضيه ولكن راسيه دفاعيه من مصطفى السيد اللي منطلق من نص الملعب يلعب البينيه لاحمد جمال اللي بيلعبها اماميه كده بقول لحضراتكم بيعتمد كده فرقه المريخ محمد اسلامي يلعب العرضيه خطيره النهارده مراقب لجنه المسابقات النهارده الكابتن سيد بخيت من منطقه القاهره الدكه النهارده هنقول لحضراتكم دكه بدلاء نجمه سينا ادي لهم بثلاث اهداف مقابل هدف ادي لعب عند مصطفى السيد
اللي بيفتح اللعب نعتجها اليسرى. مصطفى كده بياخد الخطوات بتحضير من الخلف، مصطفى بيلعب قداميه كده في التشكيل اداء لعب عند احمد غريب كده باللعبه بالعقل لمصطفى السيد. ترجع مره ثانيه عند كشر لكن يطير على رمضان، تتلعب على طول الضربه الحره غير مباشره والانطلاقه عن تريه من الجهه اليمنى، ولكن مصطفى سليمان شايف كده نزل بهاء الرايد ومحمود الكاشف وطه حجاوي في صفوف اللاعب عمر شيتوس اشرف بطه، يفتح اللعب في الجهه اليسرى في اتجاه مصطفى السيد. هنا تستكشف كده الطريق الدائري بياخده بطه، يفتح اللعب لمصطفى السيد هتاخده معاه. تنفيذ الضربة الحرة يلعبها عند محمد سليم في نص الملعب، هتاخد مع مصطفى السيد المنطلق، مصطفى اللي عامل الزيادة الهجومية